ولاية نابل المواطنين تصوبين في أكثر من مناسبة يحكيوا على إشكاليات الطرقات اللي كل مرة تجي وعود من أجل التدخل فيها وإنجازها على إشكاليات مشاريع الطرقات والبنية التحتية المعطلة واللي ما زالت تراوح مكانها على غرار الطريق الأشهر والأكثر حديث عليه هو M27 وغيرها من الإشكاليات. في هذا الإطار يحضر معنا عبر الهاتف النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي عن معتمدية الحمامات. مرحبا بك سي ياسين. مرحبا بك ومرحبا صباح الخير الناس كل، مرحبا بكل مستمعي إذاعة كابرتان. شكرا لك على قبول الدعوة هذه. اليوم احنا ننقل في مشاغل المواطنين اتصلوا بنا في أكثر من مناسبة يحكيوا على الطرقات اليوم اللي هددت حياتهم، وآخرها البارح كنت سيادتك هبطت تدوينة بخصوص احتجاج أهالي منطقة الأطرش بعد الحوادث المرورية المتكررة في هذه الطريق اللي كثيرا ما تلقوا وعود بإنجازها وبإصلاحها، إضافة إلى الأضرار المادية الأخرى لسياراتهم لسيارات النقل اللي تعمل في هذه المناطق. صحيح، أشوف أنك تكون نائب شعب وتعرف دورك، اليوم مترشح تمثل منطقة، تمثل منطقة بيسمح حالات، عندك صحيح حسب الدستور دورك التشريعي ودور الرقابي على الحكومة، ولكن احنا وعدنا الناس انه باش نجتهدوا باش نوصلوا صوتهم باش نعملوا اكثر من جهدنا باش نبلغوا صوتهم وباش نضغطوا باش نحققوا جزء من مطالبهم المشروعة حسب طبعا الامكانيات المتوفرة. اليوم مع الأسف معتمدية كيف ما معتمدية حرامات ورغم دورها اللي تساهم فيه في السياحة، رغم اللي تساهم فيه في إدخال عملة صعبة للبلاد، رغم اللي تمثل اليوم المؤسسة السياحية لمدة حرامات هي تمثل أرباع المؤسسات السياحية اللي موجودة في تونس كاملة وعلى الصعيد الوطني موجودة في الحرامات، إلى أنه اليوم البنية التحتية للحرامات هي بنية تحتية مهترئة أو غائبة في العديد من المناطق، وهذا السبب فصل مرة أقوله ونعرضوه ومشارش أنه المشكل الرئيسي هو غياب نساء تهيئة عمرانية مصادقة عليه. المثال الثاني العمراني الوحيد للحرامات هو عنده أكثر قرابة نصف قرن 50 سنة، مش معقول ما تدخلش للعقل ما يصدقها حتى إنسان إنه منطقة اسمها حرامات مثال الثاني العمراني متاعها عنده 50 سنة ما تمش تحيينه. اللي هنا نحب نأكده اللي أمثلة الثاني العمرانية هي لازم تتحين كل فترة، حتى انه زي مثلا نشوفوا الحمامات التصميم بتاع الحمامات التصميم بتاعها ما هوش معمول يعني باحتواء كل هذا العدد من المتسكنين. اليوم غياب مثال تهيئة عمرانية خلى المواطنين تتوسع في المساحات الفلاحية في الأراضي الفلاحية، خلى المواطن هو اللي يجتهد يقسم، خلى المواطن هو اللي يجتهد يعني ويبني خارج إطار القانون، لأنه أيضا البلدية لا هيش متاهلة حتى في النهار أخرى. فهذا كلهم سببوا مشاكل كبيرة في ما يتعلق بالبنية التحتية في الحرامات، ضغط كبير اليوم على الحرامات، وفي نفس الوقت الدولة ما خططتش ما استثمرتش لقدام ان الحرامات اللي تم معناتها 50 سنة تالي تعملت ربما قادرة انها تستوعب السكان المتواجدين فيها وهم متفقين عليها، ولكن اليوم غير قادرة بالمرة ان هي تستوعب العدد الكبير من الوافدين. واليوم كيف نحكيه على السياحة، اليوم السياحة عاش كان بالمؤشرات التقليدية معناتها كان معناتها نزول
نزل أو راح مكان على الجمال الرباني وعلى الشمس والسط والبحر، وإنما أيضا البنية التحتية اللائقة والعصرية والمتطورة هي محرار ومقياس للسياحة. مثلا تشوف جدا في عالم كيف دبي، جات بعدنا شوف قديش من عام الموقع متاعها عندها بحر ولا عندها المناخ اللي عندنا ولا غيره، ولكن البنية التحتية المتطورة العصرية الإمكانيات وكذا هي اللي خلتها اليوم وجهة عالمية كبيرة. فأحنا اليوم الحمامات لازم ما تلومش التعويل فقط على البلدية، لازم كل الوزارات تقوم بدورها، أنا على رأسهم وزارة التجهيز. اليوم العديد من الطرقات في مدينة حمامات اللي ما زالت تتبع للتجهيز، وخاصة الطريق الرئيسية. اليوم عندنا الطريق الرئيسي الوحيد اللي شق الحمامات هو تبع التجهيز، هو الشريان بتاع الحمامات. الطريق هذا عنده عشرات السنين ما تعودش، اليوم في حالة مهترئة، اللي هو الثنية اللي تبدأ من بركة الساحل مرورا بواد باطن مرورا بكامل شارع الأمم المتحدة حتى نوصلوا إلى الشارع الجد ديوالي ثم إلى مطار. هذا الطريق MC 28 وهو طريق رئيسي شريان بتاع البلاد، ولكن اليوم في حالة يعني يشكو تراجع كبير. الطريق يعني في حالة مهترئة وما يليقش الحقيقة بشارع رئيسي في مدينة عالمية سياحية كما الحمامات، اللي نحبوا الحمامات اليوم الظاهي وتقارنوا ونقارنوها وتعالج والمدن والعواصم العالمية. اليوم البنية التحتية عائق، هنا الحل الدولة لازم، واحنا نعمل على هذا، لازم تخصص أكثر ما يمكن من الإمكانيات من اعتمادات مالية حتى يتم يعني على الأقل ترتيب أولويات التدخل في الحامل. الدولة اليوم كبلدية ولا كتجهيز ومختلف مكوناتها ربما كان فما تراخي في المسابقة على مثل هذه العمرين، هذا خلى تكسر عندك الأخيار الشعبية، تتصف بما إشكاليات وما إشكاليات. واليوم من بين الإشكاليات سياسيين هو إشكال الرخص متاع الماء والكهرباء اللي معطلة في نابر الكل بما في ذلك في الحمامات. اليوم البلديات والمكلفين بتسيير البلديات بما فيهم بلدية الحمامات ما همش قاعدين يعطيوا في رخص الماء بالنسبة للمواطنين اللي تقدموا برخص في هذا الإطار ماء وإلا كهرباء. اليوم المواطن يقولك أنا لقيت عباد بانية شريت وبنيت، مش باش نقعد ننتظر في البلدية للي تحين مثال التهيئة العمرانية أو لتسوية وضعيتي من أجل أني نتحصل على حقي في الماء أو في الكهرباء. تسوية وضعيات الربط بالشبكات العمومية الماء والكهرباء هو موضوع يعني كنت تحدثت عليه العديد وعديد المرات، خاصة مع السيدة الدفتية. اليوم نعرف أولا الوضع البلدية على مستوى البلديات في تونس كاملة، ما عندناش رؤساء بلديات، وإنما الكتاب العامين للبلديات هما اللي يسيروا في المرفق البلدي. الكتاب العامين يخدموا ويخدموا تحت إشراف الوالي وتحت إشراف وزير الداخلية، ما عندوش هامش كبير من الاجتهاد. هي أمثلة التهيئة العمرانية والبناء الفولوي وعدم تساهل في منح تراخيص قانونية خلى المواطنين تبني من غير رخصة. فولد عنا مشكل كبير اللي هو معناتها العديد من المواطنين ما عندهمش ربط بالماء والكهرباء والشبكات العمومية. هنا كان في السابق ثم تسوية وضعيات اللي تمنحها البلدية، اليوم الكتاب العام ما نجمش يمنح على وحده، فطلبنا وزير الداخلية بمنشور يبعثوا للكتاب العامين يشلهم الإمكانية ويعطيهم الموافقة باش انهم يسويوا
المطالب بتاع المواطنين المتعلقه بتسويه وضعيات الرفض في الشبكات العموميه. وهنا نورمالمون معناتها تكون الايامات الجايه ثم انفراج في هذه المساله وسيتم تسويه الوضعيات وفق ضوابط وشروط محددة تكون يعني المنشور بتاع الوزارة واضح في هذا المجال إن شاء الله. هذا اللي نتمنوا فيه. في علاقة بالطريق الجهوية الامسي 27 اللي منذ سنوات انطلقت الأشغال في هالطريق هذه، وإلى حد الآن لليوم المواطنين اللي يتنقلوا بصفة يومية من هذه الطريق يعانيوا من عدة إشكاليات، إضافة للعدد الكبير اللي تشهدوا من حوادث المرور بسبب تواصل الأشغال بسبب توقفها في الكثير من المناسبات وتعطلها. اللي هي طريق قرب نابل اللي ما زالت الى حد الان ما زالت متواصله فيها الاشغال الام سي 27. الام سي 27 الحقيقه مشكله كبيره اليوم، مصدر الصفقات العموميه وطول الاجراءات والحكايه نتاع الموان ديزون خلينا في مشاكل تجاريه. خلينا نحكى انه بعض الطرقات اللي هي الشريان الرئيسي في بعض المناطق تكون متعطلة بهذه الدرجة، حتى لانه ولات يعني مهل الطريق اللي بين نابل وقليبيا مرورا بقرب او من الاثنين انه يقعد اليوم 7 أو 8 سنوات ما توفاش الاشغال فيه. وهنا لازم مراجعة الأمر الحكومي متعلق بالصفقات العمومية وكل الشروط اللي تتعلق بالصفقات العمومية اللي هي تتحدث على الإجراءات والصفقات في إسناد المقاولة للقيام بالأشغال. لازم تكون أكثر صرامة في متابعة الأشغال، أكثر صرامة في الالتزام بالأجال، لأنه اليوم معناتها فما مقاولين خاصة يكون الشركة المشرفة على هذه الأشغال هي شركة حكومية كيف ما الويتا متاع الام سي 27 الطريق اللي ذكرته أنت، وكيف ما طريق آخر عن عدد الحرامات. معناتها تبدأ اليوم المقاولين اللي يقوموا بالأشغال في العديد من الطرقات هما بيدهم يعانيوا برشا صعوبات، البنوك مش متعاونه معاهم، مش تعاون فيهم لا بشرط، مش متساهله معاهم في الاجراءات في تعطيهم الضمان النهائي المالي او تسهلهم الترتيبات اللي يستاذن فيها. فهذا كله اثر يعني على المردوديه الاشغال وخلى انه الاشغال تتعطل في اكثر من مناسبه. ولكن اليوم الحقيقه بالنسبه للسيد انسيت واحد السيده واليه نابل مشكوره، واحد السيده واليه معناتها منذ بشرت مهامها الشديده طلعت عفنيه، والمهم والمؤشرات المهمه انه السيد وليد نابل وايضا حتى على مستوى حكومي انه عاطين اهتمام كبير للمشاريع المعطله، وانه معناتها يصير تنسيق بين مختلف الادارات ومختلف الجهات حتى انه هذه المشاريع يعني تتحط على السكه في طريق الانجاز وانتهاء الاشغال. فان شاء الله هذه فرصه يعني يتنفس المواطنين السعداء ويكون ساهم في حل مشكلة النقل في طريق مهم بين نابل وقليبيا. ولية نابل على ذكر الحديث عليها كانت عندها عدد من الزيارات في الأسبوع الفارط، وخلال الأسبوع هذا زادة كانت عندها زيارات في معتمدية دار شعبان في نابل، قادت حملات للمراقبة الاقتصادية والأمنية، وكذلك كانت مؤخرا عندها زيارة إلى مدينة الحمامات، وقفت على مشروع قنطرة ويد باطن على عدد من المشاريع كذلك الأخرى المعطلة. وكل المواطنين زاد حسب ما شفناه في التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأراء اللي توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك وإلا على الهاتف، كان فما حديث على بلايس أخرى ومناطق أخرى كان من المفروض أنه تزورها الوالية في علاقة بجمعية ذوي الإعاقة بالحمامات، في علاقة كذلك بالنزول المغلقة والإشكاليات اللي أصبحت اليوم تسببها وغيره.
طوف هرم السيدة وليد نابل بعد ما تم تعيينها بطبيعة باستطلاع على المنطقة وتكون عندها فكرة واضحة على الجهة اللي تتولى المسؤولية بتاعها، قامت بزيارة ربما ل 16 المعتمدية. فزيارتها الأخيرة للحمامات هي آخر زيارة لمعتمديات ولاية نابل، آخر زيارة في محطة الزيارات المهنية اللي قامت فيها في كل المعتمديات في نابل، وإحنا صاحبناها ورفقناها في الزيارة عليها اللي كانت الأكثر كيف ما قلت لك الاهتمام بالمشاريع اللي في طور الإنجاز، المشاريع المبرمجة والمشاريع اللي تشكو صعوبات في تنفيذها أيضا. حمامات العديد لحقيقة من المشاريع اللي اليوم تحطت على السكة، اللي تهتم بالبنية التحتية، اللي تهتم بتهيئة التحية الشعبية، اللي تهتم بحالة الطرقات. هذا اليوم معناتها فما تقدم كبير في الإطار هذا، فما ميزانية كبيرة كانت مخصصة وكانت مشاريع هذه معطلة لإشكاليات مع المقاولين أو لإشكاليات إدارية، هذه اليوم الكل تحطت على سكة الإنجاز وانطلقت الأشغال في أكثر من مشروع. زيارة الوالية بطبيعة هي في إطار يوم جديدة مهامها مؤخرا في الجهة، فإنه مهم أن يكون عندها فكرة على كل المعتمديات والمناطق وخصوصية ومميزات كل منطقة. الحمامات دوسي كبير، حمامات ثقل كبير اقتصادي سياحي فلاحي، مهم جدا انه يكون عليها اهتمام وطني وجهوي ايضا لمعارضة المجهود البلدي. احنا قاعدين نقوم بدورنا في انه نوصلوا المشاكل للحامات، مش نوصلوا فقط وانما نضغطوا ايضا في اطار المطالبة بانجاز والقيام ببعض المشاريع. أيضا نتدخل مع السلطات المركزية والوزارات حتى نحل العديد من المشكليات وحتى نسرع في وتيرة العمل للعديد من المشاريع. اليوم فما توجه جديد يمكن مهم في الولاية أنه العمل التشاركي بين المحلي والجهوي والتشريعي وكل الفاعلين في المنطقة وكل المسؤولين إلى جانب الإدارات الجهوية، كلنا نحب نساهموا من جهتنا في أنه على الأقل المواطن يحس انه فما تغيير، يحس انه فما ارادة وفولونتي حتى انه نحسنوا بعض المرافق وبعض الخدمات، وهذا يتطلب لمجهود جماعي يعني. وهذا مؤكد وأكيد أبناء الجهة من نواب المجالس الجهوية أو الأقاليم والجهات ونواب مجلس النواب كذلك هم أكثر اطلاعا على كل إشكاليات الجهة بما فيهم سيادتك السياسيين. شكرا لك على تدخل معنا، شكرا على قبول الدعوة والإجابة على أهم تساؤلات المواطنين، يعطيك الصحة. شكرا لك سياسين مامي. كنا نحكي على أهم الإشكاليات المطروحة في ولاية نابل في معتمدية الحمامات وعدد من المناطق الأخرى في علاقة بالبنية التحتية، في علاقة برخص الماء والكهرباء، وزيارة الوالية الأخيرة لمعتمدية الحمامات مع النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي، مشكور على قبول دعوته وتدخل معنا في هذا الإطار. نتواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح في كابوتشينو. بعد شوية نحكي على ملف اجتماعي حقوقي بالأساس، على إشكالية المصنع متاع سبيخة، باش ناخذوا آخر التطورات في هذا الإطار مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرعه بالقيروان. نخليكم مع الموسيقى ونرجعكم بعد شوي.